مساء الخير. اليوم 29/1/2012، يعني باقي يومين على العرس الكويتي الديمقراطي. مرشحينا وايد وتصريحاتهم وايد. الكويت ما تبي تصريحات وحكي وسوالف، الكويت تبي المستقبل المشرق. الأوضاع سيئة والعنصرية تزرع التفرقة بين أبناء الوطن الواحد. هذا كلام المرشحة نعيمة الحاي، سمعوها. وأقول لكم بقلب يملأه الحزن كما يملأه الأمل بغد مشرق بإذن الله، أن الكويت تعيش في وضع لا تحسد عليه. فأوضاعنا سيئة، والفئوية والعنصرية تحتل النسبة الأكبر في صناعة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، مما ترتب عليه إسكات أصوات شبابنا وصنع حجاب ما بينهم وبين قيادتنا الحكيمة، وهذا ما نعمل على إذابته خلال المرحلة القادمة، باعتبارها مرحلة حاسمة ومهمة وخطيرة ستحدد مستقبل بلدنا الغالي الكويت. إنما يثير استغرابي الشديد كيف نعيش في دولة مثل الكويت بتحضرها، ولا زلنا نعيش في مجتمع يهمش دور المرأة السياسي، مع التأكيد بأني لا أدعو إلى العنصرية ولا اتباع أفكار دخيلة على مجتمعنا. أتحدث فقط عن حقوق كفلها لنا الدستور، وقبل ذلك كفلها لنا الإسلام الحنيف، لما فيه من أبسط مظاهر العدالة والمساواة دون تمييز ودون تفرقة، عملاً بالمادة 29 من الدستور. إخواني وأخواتي، إن الفترة الماضية شهدت عراكاً سياسياً بالغ المدى، كشفت عن سلبيات كثيرة كنا نعيشها، تصدت له الأصوات الوطنية التي تعالت لكشف الفساد وإقصاء المفسدين. لكن مع الأسف، فمثل ما للبستان زهور جميلة، أيضا تنبت للبستان أشواك. الأمر الذي نتج عنه ظهور أصوات أخرى تعمل على المزايدة والمتاجرة والتغني بالوطنية من أجل تحقيق مصالح معينة متماشية مع أجنداتهم الخاصة، وما نتج عنه من مرور بعض القرارات والقوانين التي لا تخدم أبناء هذا الوطن الصغير. أخواني وأخواتي، هذه ليست النهاية، ولكن رغم ذلك هناك الكثير من القرارات التي تسببت في هدر مقدرات الشعب الكويتي، وما ترتب عليه من ارتفاع نسبة البطالة بين أبنائنا وبناتنا، ولا زالت الحكومة تستعين في مشاريعها بعمالة غير العمالة القادرة، ممن لم يقدموا شيئا يذكر للكويت، وقد دخلنا في مشاكل لا حصر لها. استخدمها هذه المشاكل المنتفعون في تصفية حساباتهم الشخصية فيما بينهم على حساب أبنائنا، أبناء الوطن الواحد ومقدراتنا، وهذا ما رأيناه يحدث على الساحة مع الأسف. احنا نبي الورود تنزرع في أرض هالكويت، في أرض هالديرة الطيبة حق أهلها وعيالها. الأزمة لا تمر مرور الكرام، هي أزمة الكويت وعدم التعاون بين السلطتين، والحل راح يكون بالتعاون بينهم لتفادي أي أزمات مستقبلية. المرشح عبد الله العرادة هو اللي قال الجملة هذه، سمعوا. احنا الحين في أزمة، وهذه الأزمة يجب أن لا تمر مر الكرام. نحن الآن في الكويت نعيش في أزمة، وهذه الأزمة يجب أن لا تمر مر الكرام. عانت الكويت وستعاني الكويت،
عدم التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وستعاني، والحل بالتعاون بلا تهاون. لا تصدقون الشعارات، إذا ما يكون تعاون بين السلطة التنفيذية متمثلة بالحكومة وبين السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة، تعاون بلا تهاون. نتعاون مع الحكومة، ونحن مع الحكومة إذا أصابت وطبقت القوانين واحترمت الدستور، وضد الحكومة إذا خالت الدستور وخالت القوانين ولم تحترم المواطنين. نعم، هذه الكلمة يجب أن تكون مترجمة إلى واقع عملي. نريد تعاونا مثمرا، نريد تعاونا مثمرا. فالحكومات السابقة باعت الأوهام، الحكومات السابقة على مدى 7 سنوات باعت الأوهام للمواطنين، لم تقدم شيئا ولم تقدم برنامجا حكوميا، ما قدمت ولا برنامج ولم تلتزم بأي برنامج. كل سنة يحل المجلس، وكل 6 شهور تغير الحكومة وتغير النماذج وهذه البرامج. نعم، نريد برنامجا حكوميا محددا بزمن ووقت محدد، ويترجم هذا البرنامج إلى واقع عملي. هل يعقل يا إخوان، هل يعقل أن من يكشف الفساد، هل يعقل أن من يكشف الفساد إداريا وماليا أن يعاقب ويسجن؟ هل يعقل في وطن الكويت، بلد الحريات، بلد الدستور، بلد القانون، أنه من يحارب الفساد إداريا وماليا، هل يعقل أن يضرب القانون بالقانون وأن يضرب الدستور بعدم احترامه وانتهاكه؟ تجدون شطب الاستجوابات وتأجيل الاستجوابات، ومن خلال ذلك من خلال قنوات دستورية قانونية. يا أخوان، كثير من الأشياء نشوفها عندنا، كثير من الأشياء في مجلس الأمة قالوا نشطبها، كثير من الأمور قالوا بنأجلها، وكل شيء عبارة عن الديمقراطية. تعرفون شنو الديمقراطية؟ يعني العدد. إذا كان الشرفاء 15 وغير الشرفاء أكثر فإن الشر واضح، وإن كانوا أقل فإن الشر واضح. وأنتم القضاة، أنتم الآن القضاة، أنتم الآن القضاة، وفي 2/2 فبراير أنتم القضاة، وربكم عز وجل سيحاسبكم. نعم، أنتم قضاة، فاقضوا بالحق وأعدلوا وأصلحوا، فاعلموا علما يقينيا أن الصوت أمانة وأن الصوت شهادة، فيجب أن نشهد شهادة حق للنواب هذه الأمة. وهل يعقل يا أخوان، هل يعقل أن 37 مليار دينار كويتي صرف منها 40% ولم نجد لها أي شيء في الواقع؟ العدل باختيار المرشح الصح ليوم 2/2/2012. صرخة الشعب الكويتي ونزولهم إلى الشارع أدت إلى بداية مرحلة جديدة. المرشح أسامة مناور عنده كلمة وده يقولها لكم، سمعوا. المجلس يا أخوان كان ربعه مرتشين، المجلس يا أخوان كان فيه للأسف مقامرين. المقامر من يلعب القمار، لكن بعضهم كان يلعب القمار بمصلحة الشعب. المجلس بلغ من الفساد أن نقح الدستور بصورة غير مباشرة. صرخ الشعب الكويتي وكان له كلمة، مثل ما أسلفت أسقط رئيسين. اليوم المرحلة القادمة مرحلة مفصلية، كل مرشح يخرج تسمعون منه مثل هذه الكلمة. اليوم في بداية جديدة للكويت. اليوم بعد سقوط رموز الفساد، بعضهم الذي تمسك وتشبث بنواجذه بالسلطة، وبعضهم يسقط الواحد تلو الآخر عن طريق الشعب. تعامل مع المرحلة القادمة تعامل خطير جدا، في أطماع إقليمية، في مشاكل اقتصادية، في أكاذيب عن التنمية، كل هذه تستدعي وجود رجال من نوع خاص. التنمية كان ضياعها يا أخوان الآتي: 37 مليار دينار، 37 ألف مليون دينار وضعت ميزانية للتنمية على مدار 3 سنوات، المنجز منها فقط جسر الدائري الأول، وكان حارة واحدة حتى لو تخرب سيارة وقف عطل.
إنجاز التنمية على مستوى الخليج صفر مقارنة بدول لم ترفع لواء التنمية ولم تضع ميزانيات ضخمة، ومع ذلك حققت من 30 إلى 60%. هذا لأن في ربع أعضاء مجلس الأمة مرتشين، ربع أعضاء مجلس الأمة كان تقديسهم للكرسي والتشبث فيه أبدأ من أي مواطن وأبدأ من تنمية المجتمع، من تنمية الكويت وحكومته ودولته، بل حتى أنه كان يضحي الكويت ويسلمها شرق، وأنتم عارفين شنو أقصد. بقي يا أخوان أن أقول أن الشائع عن الدائرة الثانية أنها كانت خليط من الكل، من كل المشاكل، مشاكل القصور في التنمية، مشاكل النواب المرتشين، مشاكل النواب المقامرين. مشاكل، أزمات، حراك سياسي، صراعات، استجوابات، الكلام هذا كله تعب الشعب الكويتي، ونبي نسمع كلمات حلوة وجميلة في مجلس 2012. يقول حقبة سياسية وإسقاط مؤسسة الفساد، وإننا نحن دعاة للتنمية والإصلاح والهدوء. هذا الكلام من المرشح خالد الطاحوس، سمعوا. أنا أعتقد بأن الكل شاهد أحداث تلك الحقبة السيئة على شاشات التلفاز، وأنا ما أريد أن أتحدث عن ما جرى في الفترة السابقة، لأني أعرف بأن الكل كان شاهداً وكان حاضراً، بل وكان متواجداً في الساحات لإسقاط مؤسسة الفساد، وبالتالي الكلام المستهلك ما راح أعيده. إحنا اليوم أمام مفترق طرق وأمام مسؤوليات تاريخية، نحن دعاة تنمية ودعاة إصلاح ودعاة هدوء في البلد، لكن هذا الأمر ترى يرتبط فيه طرفين، علشان كل طرف بكرة ما يقول ما قلتونا. الطرف الأول هو الحكومة القادمة، يفترض بأن تأتي في المرحلة المقبلة حكومة تكنوقراط رجال دولة، ما نبي موظفين كبار، ما نبي مناديب، نبي رجال إذا دشت مجلس الوزراء تتخذ قرارات عن قناعة، مو يوقعون على محضر اجتماع مجلس الوزراء بعد اجتماع. هذه النوعية ما نبيها، هذه النوعية ما تبني وطن، وزراء المحاصصة ما تبني وطن، وإحنا جربناها في السنوات الماضية. لذلك الطرف الأول المسؤول عن تشكيل الحكومة هو النظام، أن يأتي بحكومة رجال دولة ونقول كثر الله خيركم إذا جيتوا بهذه الحكومة. الطرف الثاني منه هو الشعب الكويتي، هو مصدر السلطات. إحنا ترى مشكلتنا في السابق مو بس مع الحكومة، مشكلتنا مع برلمان قبيض، برلمان باع الكويت، برلمان باع الشعب الكويتي، برلمان مرتشي، برلمان عبث بأموالكم، برلمان عبث بالدستور، برلمان عبث بمستقبلكم. هذه مشكلتنا في السابق كانت مع هذا البرلمان القبيض. لذلك يوم 2/2 نبي برلمان حر، نبي رجال دولة في مجلس الأمة يحترمون الكويت والنظام.